السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. أرجعت لكم بفيديو جديد، وفي هذا الفيديو خبر عاجل أو بالأحرى خبر جديد يهم جميع الجالية الجزائرية المغتربة في الخارج أو جميع الجزائريين المتواجدين في الداخل. قبل ما ندخل إلى موضوع، ما تنسونيش فضلا وليس أمرا بالإعجاب والاشتراك مع تفعيل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد وتعم الفائدة ويصل هذا الموضوع لجميع المهتمين. بيان اجتماع مجلس الوزراء. الرئيس تبون يأمر بإعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي. الرئيس تبون يأمر بتخفيض مصاريف الإيواء بنسبة 20% للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن. هذا بالنسبة للبيان. في موضوع آخر، نفس الموضوع يعني في نفس السياق، فيما يخص الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا، يعني إشعار لزبائن الخطوط الجوية قامت به الخطوط الجوية الجزائرية. إن صحتكم من أهم أولوياتنا، ولهذا وضعت الخطوط الجوية الجزائرية نظام حماية صحية في جميع المراحل قبل وأثناء سفركم. تبذل شركة الخطوط الجوية الجزائرية قصارى جهدها لضمان رحلة آمنة تتوافق مع التوصيات الصحية الدولية، سواء أثناء تحضير الرحلات وكذلك على مستوى الخدمات القائمة في نقاط البيع المطار وعلى متن طائراتها. في هذه الظروف الخاصة ترافقكم الخطوط الجوية الجزائرية في تنظيم رحلاتكم مجددا، وهذا بدعوتكم للاستفادة من التسهيلات الاستثنائية. هذا بالنسبة لما يخص لإشعار الزبائن الخطوط الجوية الجزائرية. وفي نفس السياق، عودة تسيير الرحلات الجوية للمسافرين مرتبطة بقرارات السلطات حيال فتح الحدود وكذلك قرار البلدان المتوجهة إليها بخصوص تدابير الدخول إلى أراضيها والإجراءات المطبقة بها. وأوضحت الجوية الجزائرية أن التذاكر التي انتهت صلاحيتها ولم تستخدم بسبب تعليق الرحلات الجوية ستمدد إلى غاية شهر ديسمبر 2021. ودعت الجوية الجزائرية ملاك التذاكر إلى إجراء تعديل على تذاكرهم قبل العودة الفعلية للرحلات الجوية. وصلنا هنا إلى نهاية الفيديو. نقول لكم ما تنسونيش فضلا وليس أمرا بالإعجاب والاشتراك على والاشتراك والضغط على الكل لكي يصلكم كل جديد بإذن الله تعالى. إن شاء الله تكونوا استفدتوا ولو قليلا من هذا الفيديو، ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دياركم.